بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأخضر سبحانه وتعالى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعلنا رافعين لرايات السلام آمين يا رحمة. أما بعد، السلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله الأكبر. سمعونا بالكذب، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك يحرمون الكلمة من بعد ما هدي. أنا بسأل سؤال، إذا كان هذه حقائقهم علاش المسلمين غير المسلمين اليوم في الملعب من جاء الإسلام؟ كيفاش بها يا اسم وتلصيق صلق روحك لصق روحك صلق روحك طلع روحك وفوق الإسلام معروف بقدر وكذا شلون هيك؟ سيبها من لعب هذا البرسة بتروح تجيب اسم سبيل يا هذا بني صهيون الكرم تعرشوا عليك وتعدوا. وقالك والله تعرف الرب، قال الله تعرف الرب ما تعرفوش ربك صار اليوم اعداء الرب وربك الكنائس واللي قاعدين اليوم يسمعوا حتى مشوا للدار يعني لقاءات مع ائمه خذوا قال لقاء الحضارات ولقاء الديانات والديالوج انت الريليجيوز زيو يا ناس يا اخي يا متى اللعبه يا اخي من الفسحه بسم الله ما وقع فيها بعض العلماء وابن صلاح وقع فيها الفصيلة دي لما الناس والله لم تدعوا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قالوا تساعدك فيها ماكش تروح القرى هذا قال الله لرسول الاسلام عليه الصلاة والسلام انت مش تخشين بالرسول عليه السلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين عهد اليهود على معاهدة صحيحة فخلاص هما بنو قريظة وبعد اللي بيقولوا خيبر وغيره في لحد الآن نفس الشيء. إذا كان هو على نفس الحال وانتم ما كنتم تعرفوا ولا عندهم شيء من الإنسانية الحمد لله على الله العين فيكم انتم مش فيهم خبرهم على العين الكاملة كملوها سي لا ساتوراسيون اي ساتوراسيون دي تو لي زانفومون دي توت انفيليتي كل الناس بلانش الآلي مش يعطيهم كلمة صحيحة من فؤادهم فؤاد مريض يقول مرض فيقول لهم والله مرض بكري التأمرات مؤامرات عليك بتأمر أئمة بمن يدعون الإسلام فينا حتى الأئمة ولا يشاركوا في المهرجانات تبية والخطاب على التبية وتمثلون في تمثيليات تبية نسأل الله السلام.